السياحة السعودية تنتظر 2030 بفارغ الصبر والرهان على إكسبو الرياض. فبعد فوز المملكة بتنظيم المعرض التجاري الأبرز عالمياً، صار هدفها الأكبر الترويج لوجهاتها السياحية التي ستكون جاهزة لاستقبال الزوار خلال الحدث المنتظر، مثل يوم الدرعية، مشروع البحر الأحمر والقدية وحديقة الملك سلمان وأمالة. موقع المعرض القريب من مطار الملك سلمان الدولي سيساهم بشكل كبير في تدفق الزوار إلى الوجهات السياحية الجديدة، ما سيساعد المملكة على تحقيق هدفها باستقبال حوالي 150 مليون سائح في عام 2030، منهم 105 ملايين لسياحة الترفيه وحوالي 42 مليون زائر للسياحة الدينية. ووفقاً لخطة المملكة، فمن المتوقع أن يستقطب إكسبو 2030 نحو 40 مليون زائر، وهو ما تتجهز له الرياض ببناء 190 ألف غرفة فندقية جديدة وبناء قرية إكسبو بجانب موقع المعرض.